بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم دلوقتي عن بديل قطر توبرا ديكس تبع شركة نوفارتس. تمام، توبرا ديكس من القطارات المشهورة جدا على مدار السنين يعني كثيرة، او مجال القطارات عموما ماركت ليدر في يعني تقريبا في السوق كله لفترات كبيرة جدا. سعرها تقريبا دلوقتي وصل 52 جنيه، 52 القطرة تقريبا كانت اقل من نص السعر ده، والله اعلم ممكن تزيد تاني ولا لا. فدلوقتي هنشوف البدائل بتاعتها كويسة ولا لا. توبرا ديكس تبع شركة نوفارتس. نوفارتس عندها ألكون وعندها ساندوس، ألكون للعيون وساندوس للبدائل الحيوية، ونوفارتس طبعا على أدوية السرطانات بقى وكده. فبالنسبة لللاين القطارات عندنا توبرا ديكس تبع نوفارتس فيها اتنين مادة فعالة، توبرا ديكس. توبرا جاية من المضاد الحيوي توبرا مايسن، تمام. ديكس جاية من المضاد للالتهاب اللي هو الكورتيزون ديكسا ميسازون، تمام. فتوبرا ماي توبرا ديكس اللي هو توبرا مايسن مع ديكسا ميسازون، تمام. ايه هي البدائل؟ عندنا ثلاث بدائل، تمام. عندنا البديل رقم واحد الا وهو اوبتي ديكس تي اللي هو اي دروب، تمام. اوبتي ديكس تبع شركه جمجوم فارما، تمام. اللي هو اوبتي تقريبا تبع جمجوم، يحط الكلمه دي ديكس من ديكسا وتي جايه من توبرامايسن. يمكن تقريبا جمجوم، يمكن ده تقريبا اكتر حاجه كنت بشوفها يعني كانت شغاله كتيره جدا الاوبتي ديكس، تمام. بتوع شركه جمجوم ما شاء الله عليهم يعني كويسين جدا، تمام. فاوبتي ديكس، اوبتي ديكس كجوده ويعني كسعر اقل، لا كويس جدا يعني ما بين 33 ونص 52، يعني نقول حوالي 20 جنيه، تمام. فدي اول نقطه. بعد كده البديل الثاني الا وهو كو افازير. كو افازير، كو دي يعني حاجه مع حاجه اللي هو اتنين ماده فعاله. كو افازير تبع شركه اوركيديا، تمام. لو نلاحظ كده التسميه تقريبا مش اسهل، يعني كو افازير ده اصعب حاجه في التسميه للامانه ما بين الاربع منتجات اللي احنا هنقولهم، تمام. سعره 29 جنيه، اقل شويه في السعر كده يعني كويس، يعني ما بينه وما بين جمجوم، لا انا هجيب جمجوم. وبالمناسبه يعني اي بديل مستورد دايما هتلاقي شركه جمجوم وشركه اوركيديا دايما عاملين ليهم بدايل ما شاء الله بجد على الشركتين، ما شاء الله المصنعين بتوع اوركيديا وجمجوم في العبور يعني. ف يعني المنتج هتلاقيه دايما متوافر، مثلا مش زي مثلا منتج المستورد منتج غالي، منتج مثلا موجود شويه كتيره جدا وساعات كتيره مش موجود، طب المنتج هيكون اغلى بعد كده، تمام. برضه في نفس الفكره. فتاني منتج الا هو الكو افازير، يعني تاني بديل الكو افازير تبع شركه اوركيديا، تمام. كويسه جدا برضه، كويس، تمام. بعد كده تالت منتج اللي انا للامانه يعني متوقع له تقريبا هو اللي هيكون اللي هيقش الدنيا طبعا يعني بقى وكده، في ظل اصلا التوبرا ديكس طبعا انها كورتيزون المفروض مثلا لاقصر وقت ممكن لمده معينه بقى وكده، تمام. فالديكس توبرين تبع شركه ايبيكو، ايبيكو اللي عندها التوبرين قطره دايما مع الاطفال بقى وكده اللي هي التوبرين توبرامايسين. ديكسا توبرين، ديكسا من ديكسا ميسازون، وتوبرين جايه من التوبرامايسين، تمام. فسعرها 26 جنيه، في حوالي تقريبا نص السعر بالظبط، يعني 26 لو ضربتها في 2 هيدينا 52 جنيه، فهي نص السعر. ولو المنتج ده متوافر زي التوبرين القطره بتاعت الاطفال، لا هتكون حاجه حلوه قوي. فتقريبا ما بين يعني عندنا توبرا ديكس، تمام، ده البراند اكتر مثيل انا برشحه ما بين الثلاثه. لو انت عايز تحافظ على فلوسك عندك الديكسا توبرين تبع شركه ايبيكو، تمام، كويس جدا نص السعر، منتج ان شاء الله يكون متوافر هيكون حلو قوي. الدكاتره بقى ورشتات الدكاتره هتلاقيهم بيميلوا المنتج بتاع جمجوم الا هو الاوبتي ديكس تي اي دروب. عرفنا طبعا التسميه ليه الثلاثه اتسموا ازاي، قلنا الكوافيزير ده تقريبا مش معاهم خالص. فدلوقتي المنتج غالي، البراند لو غالي هتلاقي فيه بدايل، انا ضربت لك ثلاث بدايل، اوركيديا جمجوم ايبيكو، قلت لك الديكسا توبرين بتاع ايبيكو كويس هتلاقي مثلا في روشته مكتوب ديكسا توبرين ايبيكو، تمام. قلت لك الاوبتي ديكس هتلاقيه هو اللي بيتكتب مثلا في روشته الدكتور وكده. ودايما يعني لو التوبرا ديكس اللي مكتوب في روشته ولقيت مثلا سعر قطر 52، انت دلوقتي مثلا كاشف في مستشفى، تمام، الدكتور مثلا كتب لك في اللي هو الورقه كده توبرا ديكس، ده مش موجود في المستشفى او ايا كان، يعني قال لك هاته من بره، رحت مثلا هتجيبه من بره، استغليت ال 52 جنيه البدائل موجوده كلهم نفس الماده الفعاله بنفس التركيز، وانت كده كده انت بتستخدم اصلا 3 4 ايام يعني. فاي حاجه غاليه ان شاء الله تلاقي ليها نفس الماده الفعاله بنفس التركيز بسعر مناسب ان شاء الله، يعني ما يغركش خالص، يعني الاسعار بتزيد بقى وكده، بس ما تقلقش هنخترع ادويه باسعار مناسبه ان شاء الله. والف سلامه يا رب لكل الناس. لو استفدت من الفيديو لايك شير سبسكرايب، شكرا كتير، كان معاكم الصيدلي محمد.